لو عندك معادلة هي الآية A B يعني جملة هي نفس الثانية B A A يعني لو كانت هذه صفر وهذه واحد جمع ناتجهم يطلع واحد هو نفسه لو واحد زائد صفر نفسه طبعا نفسه الناتج نفسه فأني شو معناها ما يحتاج مرات إنه أقدر أغير مكان المتغيرات عدد أختصر أضيف هاي الأمثلة راح نشوفها نستعملها بعدين وكذلك الضرب يعني A دوت B طبعا هو نفسه B دوت A ما نفسه نفسه هاي أحتاج الاختصار هسه أجي على المعادلة الثالثة المعادلة الثالثة تقول A R A B شي حتى لو اجي على هذه المعادله اريد اوصلها بالجمع شو اقدر اسوي لها؟ اقدر اسوي لها انه اطلع عامل مشترك هذا طبعا هذه يا بوابه هاي بوابه هذه بوابه اور زين اور كم انبوت؟ انبوتين هذا الانبوت الاول وهذا الانبوت الثاني الانبوت الاول متغير واحد اسمه اي الانبوت الثاني شنو؟ الانبوت الثاني A B يعني A دوت B يعني الانبوت الثاني عبارة عن بوابة يا بوابة بوابة آن آن بها كم متغير بها متغيرين الأول A والثاني B الA بما أنه متغير نفسه إذا آخر فرع من هذا سيطلع لي هاي بوابة راح تضرب الـ A والـ B يطلع لي هنا A دوت B وهاي الانبوت دخل هنا A اثنيناتهم راح يتجمعون هنا يطلع A A A B زين هذه شلون ابسطها؟ هذا مثلا تجي لكم اياه بالامتحان سؤال اقول لك جد ناتج المعادلة أو الدالة المنطقية التالية هاي الدالة المنطقية التالية هاي أجي أقول جذر هو جذر عادي أطلع عامل مشترك أي الناقل الناقل طلعت العامل المشترك أفتح خالص إن أنا راح يكون مكانهم واحد وإن أنا راح يبقى زائد B أرجع على السنجل فاريبل هذه واحد زائد B كل شيء أي متغير أضيف له واحد الناتج مالته شنو؟ الناتج واحد معادلة رقم اثنين من السنجل فاريبلز معروف A زائد واحد يساوينا واحد هي اثنان B زائد واحد يساوينا واحد فأشطب عليه يساوي واحد ليش؟ لأن لو كان عندي صفر صفر زائد واحد يساوينا واحد لو كان عندي واحد واحد زائد واحد يساوينا واحد إذا هذا راح A وين يساوي الناتج A إذا A R A B يساوي A هذه يجي لكم بالامتحان سؤال أو أعطيكم هذه أقول لكم ارسم الدالة الدائرة المنطقية للدالة التالية وجد ناتجها باستخدام جبر كوهن باستخدام جبر كوهن هذه هيجي راح تسوونه الرسم مالتها مثل ما قلت لكم نجي على الإشارة اللي بين الانبوتات نشوفها جمع من البوابة هذا الانبوت الأول هذا الانبوت الثاني أسوي من الخطوط وأكتب عليهم قيمته هذا متغير ثابت متغير واحد أجي أجرب وأوصل للناتج أكتب هذا شنو؟ هذا الناتج A دوت B إذا هو ناتج مع البوابة تضرب شنو هي تضرب؟ الآن فكم انبوت فيها؟ الأول A والثاني B الـ A أخذ فرع من الـ A والـ B أخذ فيصير الـ B من أجي أبي أسوي جدول الحقيقة هذا سؤال ثاني أقول لك ثم حقق المعادلة من أجي أبي أحقق المعادلة شلون؟ أجي بعض أشوف تو إنبوت فقط الإنبوت الأول A والإنبوت الثاني B أكتب A و B هذا الإنبوت بعض شلون أسوي؟ أغني الانبوت زين
عندي أدم بدم. هنا طلع عندي أيدي. أيديها ما أسوي لها حقنة. حتى أكتب النامج هذا. بعدين هسه أريد أطلع الواي. الواي شنو هو؟ اللي هو مطية أي. أي دوت أي بي أي بي يعني أي زائد أي بي با شلون أسوي؟ أجي على الانبوت أنا أسوي على احتمالات الانبوت عندي اثنين انبوت أي و بي إذا اثنين ناقص اثنين يساوي لنا أربع احتمالات للانبوت أجي أربعة أطلع أربعة صار أقسمها بالنص هذه صفرين وهذني واحد اثنين الانبوت الثاني يكون نصف الاول نصف الاول هنا انا نطق الماده تصير راح يصير 0 1 فيجي ورا واحد بعدين 0 1 دائما الانبوت لو قد ما يكون عددين اي بي سي دي ايش قد ما يكون اخر واحد ينتهي ب 0 1 0 1 هسه اجي اطلع الناتج مال اي دوت بي هنا احتاج المعادله النهائيه فاقول صفر الصفر صفر واحد صفر واحد بالصفر صفر واحد بالواحد واحد اجي ان انا اجمع الواي الثاني من اي زائد اي بي هذا اي زائد اي بي فاخلي ايدي عليهم صفر زائد صفر 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 زائد صفر صفر واحد زائد صفر واحد واحد زائد واحد واحد فشوف الناتج الناتج هذا هو نفسه مع الانبوت A لذلك أقول ويساوي A وشوفون شلون هذا سؤال كامل مننا إلى هنا هذا سؤال كامل تيجي أسئلة تجيكم بالامتحان كملنا هاي المعادلة تجي على الثانية واو هاي المعادلة الثانية هي شنو هي A R A bar B شتى بار هنا هاي المعادلة أقولكم ارسم الدالة المنطقية التالية ثم جد الناتج باستخدام جذر بوليان باستخدام جذر بوليان أو باستخدام جدول الحقيقة. زين. أنا عندي معادلة ثابتة، قانون ثابت. كل إذا عندي معادلة فيها متغيرين، هاي اعتبرها متغيرين. اللي هو الـ A والـ B. ليش؟ لأن الـ A بار هو فرع من الـ A، فرع من الـ A داخل على النص. فإذا عندي بالأصل متغيرين فقط، الـ A والـ B. هنا هاي البوابة. هي هذه جمع. إذا شنو هي؟ البوابة مالتي هي ضعوها او لان الاور هي الجمع زين كم انبوت انبوتين الانبوت الاول شنو هو هذا الانبوت الاول هذا الانبوت الاول هو ثابت هذا اي الانبوت الثاني شنو هو هذا الانبوت الثاني الانبوت الثاني اكتبه هنا هذا الانبوت اقرب الى اي هذا الانبوت هو اي با بي اذا اكو دوت بي ناتو بما انه اكو دوت بي ناتو لانه هو عباره عن اند كم انبوت فيها هذا الانبوت الاول وهذا الانبوت الثاني الانبوت الاول مالته شنو هو باعوا يجي لاحظ اي با اي بار يعني هذا جاي شنو هذا ماخذينا من الاي داخلي على النوت الانبوت الثاني هو هذا بي هذا بي زين من اجي اريد ان شرحكم هذه كهذه المعادله اقولكم حقق او اثبت صحه المعادله باستخدام جذر الحقيقه دائما هاي المعادله الناتج مالتها هذا اللي مضروب بالمتغير الثاني اوخره فيصير اي زائد بي الناتج يعني بوابة او زين هذا بس
السؤال أجيبكم إياه، أقول لكم اثبت صحة المعادلة التالية هذه باستخدام جدول الحقيقة، يعني لازم أسوي جدول حقيقة على الجسم كله. أنا أجي راح أحل السؤال، كم متغير عندي؟ اثنين A و B، هذا المتغير الأول، هذا المتغير الثاني. أجي أطلع كل الأشياء اللي أنا أبحثها. أول شيء راح أطلع أي بار، بعدين هاي أي بار حتى أطلع هاي حد أضربه في ال B. زين؟ بعدين الناتج مالته أجمعها أنها بهذا الطرف اللي هو A R A بار B. أنا أقول اثبت صحة المعادلة، إذا لازم هذا يساوي لنا الطرف الثاني مال المعادلة، هذا لازم يطلع نفسه. بس أجي أشوف اثبت صحة المعادلة باستخدام جدول الحقيقة. هاي طريقة ثانية. إذا نفس السؤال، هذا سؤال أول، هذا سؤال ثاني. أجي أقول عندي متغيرين، إذا كم احتمال؟ أربع احتمالات للإنبوت، أربع أقسمها صفرين واحدين، هذا نصف القلب، صفر واحد، صفر واحد، هذا عكس الأي، الصفر يصير واحد، واحد، صفر، صفر، هذا أضرب في هذا، صفر في واحد، صفر، واحد في واحد، واحد، صفر في صفر، صفر، واحد في صفر، صفر، هذا يساوي جمع المتغير الأول في هذا زائد هذا، هذا وهذا اثنيناتهم، فأجي أقول صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد صفر واحد. أجي هذا الطرف الثاني، أنا طلعت الطرف الأول طلعته، الطرف الثاني أجي أطلعه أرجع للنام، ليش؟ لأنه هو أي زائد زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، صفر واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد واحد. ولذلك شفت أنه هذا هو نفس هذا، أثبتت إذا الطرفين المعادلة صحيحة، المعادلة صحيحة. هذا هو سؤال لم يجيكم بالطريقة، بسيط جدا. لما أريد أرسم شلون أبدي من الإشارة أعرف شنو البوابة الأصلية النهائية وكم إنبوت إلها وكل إنبوت عبارة عن شنو، وبعدين أسوي جدول. هسه أريد أكمل لكم هاي المعادلة اللي أخذناها اللي قلت لكم أثبتها باستخدام جدول الحقيقة، أثبت صحة المعادلة هذه باستخدام جدول الحقيقة. قد تجيبون من غير شكل بابا راح اكتبها اليوم، هي اي ا اي با بي. انا يمكن اجيبكم اياها بشكل انه اي با ا اي بي، هذه كلها الوفر اللي مغلوب الناقص، المغلوب مالت الحد الاول وفرت وطلع ناقص هو اي ا بي. يعني هذا شو يساوي الناقص مالته؟ الوفر هذا المضروب بالمتغير الثاني، هذا الشيء يطلع عندي
عدة احتمالات. عدة احتمالات. المهم بعض ما المتغير المنتج واحد، المقلوب مالته اللي مضروب في المتغير الثاني هذا أو خلنا يطلعين الناتج هذا اللي يكون يجي أو يكتب صحة المعادلة باستخدام جدول الحقيقة. هاي الشيء اللي نفس هذا الحال، نفس هذا الحال. وإذا قلت لكم أرسم ترسم نفس الشيء، نفس الشيء. راح أرسم فقط هذه حتى شوف شلون تطلع. بعد هذا الرسم شنو؟ هذه حد، هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني. الدائرة البوابة عندي الأصلية هي بوابة أو بها كم إنبوت؟ بها إنبوتين. الإنبوت الأول هو B بار، الإنبوت الثاني هو A بار B. هذا B بار الإنجاز المتغير B داخل على نوت هذا B. هذا جاي من بوابة آن. الإنبوت الأول مالته A بار والإنبوت الثاني مالته B. الإنبوت الأول مالته جاي من المتغير أيضا داخل على نوت هذا هو الـ A، وهذا جاي من أعبر هذا يعني متصل بي وآخر فرع منه. هذه الدائرة لازم تساوي هاي الطرف، هذا الطرف شنو هاي البوابة الأصلية هي O. كم متغير؟ متغيرين، الأول هو B بار والثاني هو A بار. هذا B بار يعني جاء داخل على نوت مين من B الأصلي، وهذا داخل على نوت ثاني مين من A الأصلي. يعني هاي باعوها تحولت إلى هذا. هاي كم بوابة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. اختصرتهم إلى أربع ثلاثة بوابات. صارت الدائرة عندي أبسط. صارت الدائرة أبسط. هو هاي قاعدة الجذر الكولية. هذه هاي الدائرة كلها. اختصرتها صارت عبارة عن بوابة. بوابة أو two inputs A و B. هذه هاي الرسمة، وهذا الطرف هاي الرسمة. هذا هو الـ A زائد B، هذه الثانية، وهذا شنو كان؟ A زائد A بار B. تشوفون شلون هاي غيرت هاي البوابات الثلاثة بدلتها بوابة واحدة ونفس الناتج. هذا هو معنى انه اصغر الجهاز ويكون كلفته اقل. زين هسه عادي شنو اريد من عندكم؟ تمرين. هذه المعادلات ضاعوها، هاي راح احدده هاي. اريدكم تثبتون صحة هاي المعادلة باستخدام جدول الحقيقة مع رسم الدائرة المنطقية لطرفي المعادلة. هاي طرف، رسم هاي الدائرة المنطقية مع هذا الطرف، وهاي رسم الدائرة المنطقية مع هاي الطرف. أريد وبعدين تسويها، أريد تسويها بجدول الحقيقة. والهاي المعادلة هاي هذا تمرين لكم، وهي شي نموذج من الأسئلة تجيكم فرجاء. أريد تحلوا، وأي سؤال عندكم على دراستكم تقدرون تسألونه وتدزون الحل مالتكم. هذا امتحانكم.